العالمين من نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا نهينا الحديث الثالث الذي يتعلق بباب الربا من هذا الكتاب الذي هو عمدة الأحكام، حديث بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الثالث من أحاديث أبواب الربا. الحديث الرابع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق البراء ابن عازب وزيد بن أرقم. البراء بن عازب صحابي مشهور، وهو صحابي ابن صحابي أنصاري أوسي من الأوس، استصغر يوم بدر وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان قرينا لابن عمر، وقد توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 72 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وزيد بن أرقم أيضا صحابي مشهور، وهو أيضا أنصاري لكن من الخزرج، وأول المشاهد التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة الخندق، ونزل فيه تصديقه بما نقله للنبي صلى الله عليه وسلم مما تمالأ عليه المنافقون كما في سورة المنافقون. ووفاته سنة 66 من الهجرة، وقيل 68، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. وكل منهما قد سبق، البراء سبق في كتاب الصلاة في باب الإمامة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لم يحني أحدنا ظهره حتى يسجد، حتى يقع وجه الأرض. وزيد بن أرقم سبق قريبا، أو سبق في كتاب الصلاة أيضا في باب جامع. الحديث يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. قول ذلك فيه من الفوائد سؤال أهل العلم، السؤال عن العلم ومسائله من أهله، أن يسأل أهل العلم عما يستشكل من مسائل العلم، وينبغي للسائل أن يتخير
من يسأل بأن يكون من أهل العلم وأهل الورع والتقوى، وأن يكون أهلا للفتيا. نعم، كذلك من الفوائد كما جاء في بعض رواية هذا الحديث أن أبا المنهال سأل البراء فأحاله البراء على زيد بن أرقم، سأله زيد فسأل زيدا فأحاله على البراء، ففيه تدافع الفتوى، وأن الإنسان متى وجد من يغنيه عن الفتيا فينبغي له أن يجعلها لغيره وأن يبتعد عنها ومنها. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يسألون فتدور الفتيا على أكثر من واحد، على ربما يبدأ فيسأل واحدا منهم فكل يحيله على آخر حتى ترجع إلى الذي سئل أولا. وقيل كانت تعرض على 20 و100 فيتراجعونها بينهم رضوان الله تعالى عليهم. ومن الفوائد أيضا الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، لأنه قال كل واحد منهما يقول هذا خير مني، هذا خير مني، وهذا اعتراف بالفضل لأهله يدل على صدق صاحبه وعلى تواضعه. ومن تواضع لله عز وجل رفعه، وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة وعزة عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في بعض الأحاديث. وفيه أيضا الصدق وعدم الكبر، والتكبر خلق مذموم، ولا يجتمع في قلب إيمان وكبر. وقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي العظمة إزالي والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمت، في رواية عذبت. كذلك من الفوائد موافقة أهل الحق بعضهم لبعض، كل منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول، فكل منهما صدق فتيا الآخر. فمن الفوائد موافقة أهل الفضل وأهل الحق بعضهم بعضا. كذلك من الفوائد مما يتعلق بمسألة الباب، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، أي أنه لا يجوز أن يبيع الربوي بالربوي إلى أجل، يجب التقابض في المجلس. فالحديث يتكلم عن النسيئة ولم يتعرض للإشارة إلى الفضل، وهذا دلت عليه حديث أخرى. فقال نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، إذا اختلفت الأجناس فلا يجوز التأجيل والنسيئة، ويجوز التفاضل. ذهب بورق يجوز التفاضل، ورق بذهب يجوز التفاضل، تمر بشعير، شعير بقمح، قمح بملح يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النساء التأخير. ولهذا قال إنها عن بيع الذهب بالورق دينا، أي مؤجلا. فإن كان البيع في الحال والتقابض في المجلس فإن ذلك جائز، ولو كان فيه تفاضل، بشرط أن لا يكون التفاضل بين متماثلين، ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل، فضة بفضة يجب التقابض والتماثل. نعم، هذا الحديث ترجم عليه البخاري فقال
بيع الورق بالذهب نسيئة. وأخرجه مسلم وذكر فيه قصة. القصة هذه أن أبا المنهال كان له شريك، فباع هذا الشريك ورقا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، الورق اللي هو الفضة. فجاء إلى أبي المنهال وأخبره، فقال له أبو المنهال: هذا أمر لا يصلح. قال شريكه: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. قال أبو المنهال: فأتيت البراء فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فيها الاعتراف بالفضل أهل الفضل والإحال على أهل الفضل وتصديق بعضهم لبعض. قال: فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. فقال مثل ذلك. وفي رواية أخرى أن أبا المنهال سأل البراء رضي الله عنه عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فهو أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. فهذا يدل على ما ذكرناه وأشرنا إليه. أبو المنهال قال بعضهم هو سيار بن سلامة، سيار بن سلامة قد سبق معنا حديث أبي برزة الأسلمي في مواقيت الصلاة. نعم، لكن لعله عبد الرحمن بن مطعم. أبو المنهال هم ثلاثة: سيار بن سلامة وعبد الرحمن بن مطعم وآخر. فلعله عبد الرحمن بن مطعم وهو تابعي، توفي سنة 600 من الهجرة حديث عند أصحاب الكتب، ولعلنا نراجع إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس وهو آخر حديث الباب وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو لفظ الحديث وأصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ عند مسلم والبخاري لم يذكر سؤال الرجل. قال: فسأله رجل إلى آخره، لم يرد عند البخاري. ولفظ عند البخاري سواء بسواء: وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا أو الفضة بالذهب كيف شئنا. نبتاع بمعنى نشتري، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: باب بيع الذهب بالذهب. الراوي وهو أبو بكر نفيع بن الحارث ابن كلدة، وقيل ابن مسروح، ثقفي من أهل الطائف، كني بأبي بكر، قيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من حنين ومال إلى الطائف وحاصرها فتمنعوا عنه ولم يستطع أن يفتحها ويدخل حصونها فحاصرهم لمدة ثم رجع، فأبو بكرة تدلى من الحصون ببكرة وتدلى وخرج من الحصن وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وكان عمره 18 عاما، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فكني بأبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقيل أنه لم يمت حتى رأى من صلبه نحو 100 ولد ذكر. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، روى له أو روي له في الأصول 32 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 8 من ذلك، وتفرد البخاري بأربعة أحاديث، وتفرد مسلم بحديث واحد، وهو الذي اعتزل موقعة صفين أو يوم الجمل، اعتزل يوم الجمل وحدث بالحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فاعتزل ولم يقاتل، لكن قيل أن له أنه تبين له بعد ذلك أن الحق مع جانب علي رضي الله عنه فالتحق به. قيل لم ينزل البصرة بعد عمران ابن حصين، أو لم ينزل البصرة أحد من الصحابة أفضل منه ومن عمران بن حصين رضوان الله تعالى على الجميع. وقد توفي 50 من الهجرة، وقيل 51 وقيل 52 على أقوال، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله: فسأل رجل، الرجل هذا جاء في مسند الإمام أحمد أن اسمه ثابت ابن عبيد، ثابت بن عبيد جاء في المسند ثابت بن عبيد، وذكره بعضهم ثابت ابن حميد، وهذا الإبهام ذكره الإمام ابن الملقن رحمه الله كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال: ولم أرى أحدا بين هذا المبهم. والحديث دل على مجموعة من الفوائد: الأول أو الفائدة الأولى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، في إشارة إلى أن الربوي لا يباع مثلا بمثل إلا لا يباع المثل بالمثل إلا بالتماثل، الجنس بالجنس لا بد من أن يتماثل وأن يتساوى، لا يجوز التفاضل، لا يجوز ذهب بذهب أحدهما أكثر وزن من الآخر. يقول: هذا الذهب عيار 24، وهذا ذهب عيار 14 أو 16 أو 18، فيقول: أعطيك 10 غرامات من عيار 24 وتعطيني 20 غرام من عيار 18 أو نحو ذلك، مثل هذا غير جائز. فإن قال عيار 24 صافي ليس فيه خلط، ليس مخلوطا بمعادن أخرى، وعيار 18 فيه نسبة، فيه نسبة من المعادن، فنقول تصفى النسبة، تزال هذه ما يدخل على الذهب فيصفى ويباع مثلا بمثل، أو يباع الذهب عيار 24 بالنقد بالمال يدا بيد، ثم يتفارقان ويشتري بالنقد ذهبا من عيار 18، أو صاحب عيار 18 يبيع ذهبه فيقبض وبعد ذلك يشتري ما كان من عيار 24 ونحو هذا، لا بد من التماثل كما مر معنا. وأمرنا أن نشتري، الأمر هنا ليس وجوبا، لا يجب عليك أن تشتري ذهب ولا أن تشتري الفضة، وإنما المقصود وأمرنا أي يباح لنا هذا، أي أن هذا مباح لنا، أو يقال أن أمرنا على صيغتها وعلى ظاهرها، لكن المراد
إذا أردت أن تشتري ذهبا وفضة فالواجب هو هذه الصيغة، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني يجوز التفرق، لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من التقابض، لا بد من ماذا؟ من التقابض، كما جاء في رواية عند مسلم في صحيحه. حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لا تباع، لا قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، فقوله كيف شئنا يعني يجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير والنسيئة، بدليل الرواية التي ذكرناها عند مسلم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا أيضا، يعني التماثل والتساوي إنما يكون في الجنس بمثله بجنسه، أما إذا كان يختلف فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض، فجواز التفاضل لا ينفي وجوب التقابض، هذا الذي يفسر به كيف شئنا، وليس المراد جواز التفاضل وجواز التأجيل، التأجيل غير جائز بدليل رواية مسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وفي أيضا من الفوائد أنه يشترط المساواة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا بد من المساواة، لا بد من المساواة، فإن كان في أحد الطرفين شيء أجنبي داخل عليه لا بد أن يفصل، وهي المسألة التي تسمى مسألة مد وعجوة، مد وعجوة، ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه باع قلادة فيها 12 دينارا، في قلادة اشتراها ب12 دينارا، لما فصل القلادة وجدها 13 دينارا، فيها شيء زائد، فيها شيء زائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى ماذا؟ حتى تفصل، فإن كان يريد الشخص أن يشتري قلادة أو عقدا أو قرطا أو نحوه من ذهب ومعه غيره يريد أن يشتريه بذهب آخر، هنا لا سبيل إلى معرفة التماثل، لأن الشيء الآخر فيه ما هو داخل عليه اللي هو الأجنبي كحجر كريم أو فضة ونحو ذلك، فهنا قد يجتهد ويقول يريد المماثلة منه، لكن إذا فصله ربما وجد أقل وربما وجد أكثر، قد يجده مساويا، لكن القاعدة المعروفة وهي الجهل بالتماثل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، واضح؟ إذا جهل أن العوضين متماثلين فكأنه يعلم أنهما متفاضلان، أنهما إيش؟ متفاضلان. نعم. فهذه مسألة تسمى
بمسألة مد وعجوة لا يجوز، أو بمسألة مد عجوة لا يجوز أن يبيع درهمين بدرهم وعجوة، فيقول الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل إيش؟ العجوة. هذا ما يجوز، يبيع درهما بدرهم بيعا مستقلا، ويشتري عجوة بدرهم بيعا آخر مستقلا. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعضهم كأبي حنيفة وغيره إلى الجواز، لكن الأصل في هذا أنه ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو عدم الجواز، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا وقف ما في سؤال.